تحت رعاية نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسية عبد الرحمن المحرمي، دشن رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المهندس معين الماسة عمل محطات الوزن المحورية المتنقلة في العاصمة عدن ومحافظات لحج وأبين. وخلال فعاليات تدشين الميازين التي بدأت على طرق محافظة أبين، قال المهندس الماسة أن التطبيق الواسع لقانون الأوزان والأبعاد الكلية لمركبات النقل الثقيل والذي يعمل عليه صندوق الطرق منذ استلامه مسؤولية المراقبة على الميازين بدأ تفعيله على نطاق المحافظات المحررة، بدءا من محافظة أبين يليها العاصمة عدن ولحج ومن ثم باقي المحافظات. وأكد الماس أن تطبيق القانون سيلزم جميع الجهات المعنية بالامتثال والتقيد بالمحمولات القانونية المصرح بها، لافتا إلى أن الإجراءات القانونية ستشمل كافة الجهات المخالفة للقانون بناء على التنويه الذي أصدره الصندوق مؤخراً.